انا خريجه هندسه قسم مدني، اشتغلت بعد ما اتخرجت يعني سنتين في مكتب استشاري، لكن ما كنتش حاسه ان انا مبسوطه. كنت بروح الشغل وانا متضايقه وبصحى وانا متضايقه وكده، لغايه ما قررت ان انا لا يعني هحاول يعني اخرج بره الحته بتاعه الهندسه دي واشوف يعني حاجه قريبه تجمع بين الاثنين، الهندسه والارت. فقررت ان انا ادرس ديكور، فروحت في اكاديميه كده في 6 اكتوبر كنت بدرس فيها يعني زي دراسات حره. ولما روحت هناك قعدت فتره كده، بس حسيت برضو نفسي مش انتو قوي الموضوع. وبعدين رحت رايحه مكتب تاني بتاع ديكور عشان خاطر يعني امارس الموضوع يعني، برضو ما حسيتش ان انا مبسوطة. المهم يعني وانا في الاكاديمي دي شفت المشاريع بتاعت الطلبة بتاعت الجولري والفاشن وعجبتني قوي، فاخدت 2 سيشنز في الجولري يعني. وبعدين كملت انا بقى مع نفسي يعني سيلف توت فيديوز ويوتيوب وكده لغاية ما اتعلمت يعني. الاول كنت بشتغل حاجات احجار ونحاس، وبعدين بعد كده لما لقيت اصحابي وبنات يعني حواليا مبسوطين بالحاجات اللي انا بعملها وشايفينها حلوه وكده، وابتدوا يشجعوني ان انا ابيع. الاول فضلت فتره كده مش مقتنعه، ولا يا جماعه انا بعمل كده علشاني انا يعني، انا بس كده فور فن مثلا، او ان انا بعمل حاجه بحبها وخلاص. قالوا لا ليه، طب ما انت ممكن تبيعي الحاجات دي البنات بتحبها وكده. المهم يعني اشتغلت شويه في النحاس لغايه ما يعني بقيت متمكنه اكتر. وبعدين قلت طب انا ليه يعني، خليني اشتغل فضه احسن عشان حاجه تبقى فاليبل اكتر يعني. وفعلا ابتديت اشتغل في الفضه وعملت البيج بتاعتي، وابتدى فعلا يبقى عندي كلاينتس. هي ابتدت الاول طبعا بالصحاب والعيله وكده، وبعدين ابتدت السيركل تكبر يعني. في يوم قابلت واحده صاحبتي كانت معايا في المكتب الاستشاري اللي انا كنت بشتغل فيه، وقالت لي ان هي حضرت كورس اسمه باشن تو بروفيت، بيعملوا ستيجز ان انت ازاي تعرفي الباشن بتاعتك وبعد كده ازاي تبتدي البيزنس بتاعك والسيفنجز والحاجات دي كلها. كان عندي مشكله في حته الماركتنج شويه، وان انا ابقى شايفه فيجن اوسع للباشن بتاعتي يعني، ما بقاش واقفه عند الحته اللي انا فيها دي وما عنديش رؤيه لبعد كده في ايه يعني. فجيت اخدت الكورس بتاع باشن تو بروفيت، وبعدين بعديها فتره كده ابتديت احضر الميتنجز. الحقيقه هي فرقت معايا جدا، لان الناس اللي موجوده هنا كلهم بيتكلموا باشن يعني، كل واحد نفسه يعمل حاجة وبيشجع اللي حواليه كمان وبيديله أفكار وكده. ابتديت أفكر بقى إيه الحاجات اللي أنا ممكن أعملها عشان يبقى عندي البراند بتاعي. بعد ما عملت الصفحة ابتديت أفكر في أن أنا أعمل ويب سايت علشان خاطر يبقى مور جلوبال يعني، يبقى عندي ستور أونلاين لغاية ما إن شاء الله يعني يبقى عندي الجاليري بتاعي.